أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك طفلة عمرها 10 أشهر ولها شعر طويل فوق العادة ولله الحمد، ولكن والدتها وبعض النساء اللاتي حولها أكثروا على والد الطفلة بأن يقص شعر هذه الطفلة خوفا عليها من الحسد، فهل يفعل ذلك؟ هذه يراجع فيها الأطباء، لأن هذا ربما يكون نتيجة مرض تأخذ لها علاج يمنع الزيادة في الشعر خارجا عن العادة، تراجع الأطباء يجدون لها علاج يمنع طول الشعر في غير وقته. نعم. وإذا كان إن ما لها علاج وتتأذى من طوله فيقص منه ويخفف منه. نعم.